يا رب الأرباب يا من ليس على بابي بواب يا من ليس له راس فيرسى ولا شاكي فيشكى الفقراء خلف الباب المساكين خلف الباب النكالى خلف الباب اليتامى خلف الباب المطرودين خلف الباب التائبون خلف الباب إلهي أغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائل والمحروم افتح لنا أبواب افتح لنا أبواب هيا يا أسباب يا رب الأرباب افتح لنا أبواب لا تحرمنا من الدعاء والجماعات يا الله لا تحرمنا من أداء الصلوات يا الله تبنا إليك يا الله وزعنا إليك يا الله ندلنا على ما فعلنا أجرنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله تبنا إلى الله وزعنا إلى الله سيدنا الصلاة في البيوت لا نريد أن نصلي في البيوت نريد أن نصلي في بيتك عجزت الصلاة في المساكن وفي الرحال وفي المنازل نريد أن نصلي في بيتك المساجد بيوت المسلمين اللهم ارزقنا القناعة وحببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة يا الله اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والخيبة بعد الرجاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء اغفر لنا الذنوب التي تمنع الرجاء اغفر لنا الذنوب التي تمنع الدعاء يا من ذكره شفاء وطاعته دواء ارحم الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون وأمره بين الكاف والنور وإذا أراد أن يقول شيئا كن فيكون ردنا إلى المساجد ردا جميلا يا الله ردنا إلى الجوامع ردا جميلا يا الله نتوسل إليك يا الله اللهم يا رب طالت علينا يا الله اللهم اكشف عنا هذا البلاء واكشف عنا هذا الداء واكشف عنا هذا البلاء نصيب به من تشاء ونصيب عن من تشاء نصيب عن بلاد المسلمين